مساء الخير اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي. النهارده هيكون لينا لقاء جديد، زي ما عودناكم دايما بنتكلم عن كل ما يهم الشارع الاقتصادي والاستثماري على ارض مصرنا الحبيبه، ودايما بنشوف كل الخطى التي تسير عليها دولتنا الحبيبه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهم الانجازات على ارض الواقع وليس على ارض الاحلام او الامال التي لا تحقق. كان في البداية سيادة الرئيس قام بافتتاح مجموعة من الأنفاق في محافظة بورسعيد. الأنفاق دي بتربط مصرنا الحبيبة بأرضنا الغالية سينا اللي دفعنا كثير من الدماء للحصول عليها واستعادتها. في نفس الوقت حاليا بندفع الكثير والكثير من العرق والجهد والاستثمارات داخل هذه المنطقة. كان في نفق واحد وهو نفق الشهيد احمد حمدي، هو الجهه الوحيده اللي بتوصل بين مصر وبين سيناء. حاليا سياده الرئيس افتتح مجموعه من الانفاق بتبدا من محافظه بورسعيد. الانفاق دي مختلفه عن النفق اللي كان موجود قبل كده، ان كل اتجاه في النفق بياخد مجرى لنوعين من السيارات، يعني عربيتين بيبقوا في اتجاه الذهاب وعربيتين في اتجاه الاياب في نفس الوقت، النفقين منفصلين عن بعض. المساحه الاجماليه للانفاق بتاخد تقريبا وقت في حدود 6 دقائق لعبور النفق بالكامل. النفق ده مجهز باحدث وسائل الامان والتامين للسيارات اللي بتقوم بالعبور بين ضفتي النفق. الميزه هنا إن الأنفاق دي معمولة بوجبة الأحدث وأكثر تطورا التي تواكب المنظومات العالمية في صناعة الأنفاق، بالإضافة لأن النفق بيتسع في حدود 2000 سيارة في الساعة، بيسع في حدود 2000 سيارة في الساعة، ودي كمية كبيرة جدا هتساعد على تقليل الضغط على النفق الأساسي اللي كان موجود بيوصلنا بسينا الحبيبة اللي هو كان نفق الشهيد احمد حمدي. في نفس الجوله لسياده الرئيس الافتتاح، طبعا ما نقدرش ننكر ان الدراسه اللي كانت معموله لمجموعه الانفاق في هذه المنطقه كانت المفترض انها دراسه موجوده من السابق، وكانت بيتقال ان هي تتنفذ في حدود 12 سنه. هي بالفعل اتنفذت على ارض الواقع في زمن حدود تقريبا 4 سنين. وده طبعا رقم قياسي جدا لتنفيذ مشروع بالضخامه دي كلها. ده طبعا هيساعد كثير جدا على جذب الكثير والكثير من الاستثمارات الخارجيه لارض مصرنا الحبيبه، وفي نفس الوقت هيسهل حركه التواصل والتلاؤم بين جسدي الوطن المصري وهي مصر وسيناء. هيسهل المرور بين الضفتين، وهيساعد على عبور الكثير والكثير من الاستثمارات، لان ده هيسهل حركه النقل والتجاره والسياحه ما بين سيناء وما بين القاهره. الموضوع الثاني المهم جدا كان في جوله سياده الرئيس الافتتاحات هو افتتاح مجموعه من المصانع بمساحه 180 الف متر، بتشمل مجموعه من الصناعات الصغيره المتوسطه، بهدف الإعلاء من شأن المنتج المصري وتحفيزا لعمل الصناعة المصرية ودعما لشباب المصريين الذين يعملون في مجال الاستثمار الصناعي. في المجال الموازي جنبه في منطقة ضخمة جدا بيتم تجهيزها، وهي في البداية كانت أرض سبخة يعني لا يصلح استخدامها، بيتم تجهيزها حاليا لعمل مجموعة من المزارع السمكية الخاصة بمصر. مجال كبير جدا للاستثمارات، توجيه حجم ضخم جدا من الاستثمارات تجاه سيناء وتجاه منطقة قناة السويس الجديدة، دعما لجذب الاستثمارات وتشجيعا للمصريين على الاستثمار في هذه المنطقة الواعدة التي تشمل الكثير والكثير من الاستثمارات. بالإضافة لده سيادة الرئيس كان قال في أثناء الافتتاح إن الهدف هو كان أكثر من اتجاه واحد، أولا إن احنا نسبق الزمن عشان نقدر نحقق الهدف المرجو الوصول إليه،
كم الاستثمارات كان كبير جدا، ورغم كده سيادة الرئيس صمم ان يتم ضخ هذه الاستثمارات في هذا الاتجاه حتى تكتمل خطة المنطقة الحرة لقناة السويس الجديدة، بالإضافة للتواصل والمساعدة في جذب الاستثمارات وحركة التجارة بين مصر وسيناء. على نفس الخطة شفنا الأسبوع ده حاجة عظيمة جدا، وهي يمكن تجربة أول مرة تحصل في مصر بالحجم ده. كان في تغيير لمجموعة من المحافظين في محافظات مختلفة من مصر في حدود تقريبا 16 محافظ. الجديد في الموضوع ان في حدود 23 نائب للمحافظين ومنهم 7 سيدات كلهم من الشباب، ودي حاجة أول مرة يتم تمكين الشباب المصري، لأول مرة يتم تمكين الشباب المصري وإتاحة الساحة لهم للتواجد في العمل المحلي بشكل حر جدا، ويتم دعمهم من سيادة الرئيس شخصيا. هيكون لينا مداخلة مع سيادة المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة. جمال بيه، ازي حضرتك؟ اهلا يا مرحبا. ازي حضرتك، عامل ايه؟ اهلا يا دكتور بالله. طبعا حضرتك يعني من الشخصيات الكبيرة اللي عملت في العمل المحلي، وعضو مجلس نواب من 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 سنوات عدة، العمل الشعبي والتنفيذي كمان يعني. بالظبط العمل. فكنا عايزين يعني اول مره نشوف ظاهره ان يبقى في شباب على ساحه المحافظات في المحليات كمساعدين المحافظين. حضرتك شايف رؤيه ده ايه؟ لا، هم الشباب اللي هم تم تعيينهم ليسوا مساعدين محافظين، ولكن تم تعيينهم نواب محافظين. تمام. لان النائب المحافظ ده هو وظيفه سياسيه زي المحافظ، وبيخصم اليمين قدام السيد رئيس الجمهوريه، وبيحل محل السيد المحافظ حاله غيابه. تمام. فالتجربه دي هي تجربه رائده بتقوم بها جمهوريه مصر العربيه، باعتبارها رائده في العمل السياسي والتنفيذي والديمقراطي ايضا، لان ده قمه الديمقراطيه ان انا عين عدد كبير من الشباب كنواب محافظين يتبوأوا هذا العمل السياسي من خلال يعني وجودهم في المكان ده. اكيد اكيد دي فرصه لان يتم تدريبهم وتأهيلهم عمليا على ارض الواقع، بحيث ان هم بعد كده يفرزوا مجموعه من المحافظين الشباب برضو. تمام. واحنا احنا برضو هيمكنه بعد كده انه يشغل منصب المحافظ. بالظبط. لان من خلال ممارسته عمله كنائب محافظ سوف يستفيد خبره ويستفيد ممارسه طبيعيه على ارض الواقع تجعله مؤهل لكي يشغل منصب محافظ ومنصب وزير. تمام. اذا خلاصه القول ان مصر تعتبر رائده في هذا المجال الذي مكنت الشباب من خلاله ان يكونوا نواب محافظين. لم يعني نرى هذه التجربه في احدى البلدان المحيطه، سواء كانت على مستوى العربي او العالمي. تمام. تبناها بالفعل يعني القياده السياسيه وممثله في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونوه عنها كثيرا في مؤتمرات الشباب. ما هو ده يعني اللي احنا شايفينه النهارده ده هو افراز مؤتمرات الشباب اللي سياده الرئيس اشرف عليها وتابعها بنفسه وعمل الفريق. طبعا. وافرزت مجموعه من الشباب والشابات بالفعل لديهم من الثقافه والقدره على تبوؤ منصب نائب المحافظ، ولديهم الاستعداد للتعلم وللممارسه الفعليه لكي يتبوؤوا مناصب اعلى من ذلك. وتحمل المسؤوليه كمان. وهي تجربه انا بعتبرها في مجال تمكين الشباب تجربه فريده لها تقديرها، يجب احترامها، وسنرى قريبا يعني نتائجها على ارض الواقع في المحافظات التي تم تعيين نواب محافظين لها من الشباب. تمام.
بنتقدم لك بخالص الشكر يا سيادة المستشار. ربنا يحفظك يا دكتور كريم. شكرا يا جمال بيه، ألف شكر ليك. شكرا. رجعنا لكم تاني. كنا بنقول ان ظهور الشباب كنواب لمحافظين في مصر هي مرحلة جديدة لعبور الشباب الى العمل في دائرة المحليات واثبات دورهم واتاحة الفرصة ليهم وتمكينهم من اثبات نجاحاتهم وافكارهم. اكيد الشباب هيبقوا اقوى في تحقيق اهدافهم، هيبقوا ما عندهمش نوع من التحسب او التخوف او الحسابات الروتينية. اكيد هيبقوا اسهل في التعامل، هيبقى عندهم افكار متحررة خارج الصندوق وخارج الاداريات وخارج الروتين. اكيد هيبقوا بيتعاملوا بحرية اكتر، بجرأة اكتر، بخاصة انهم مدعومين من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن التوجه السياسي داخل مصر. كان من أهم برضو الحاجات اللي حصلت في خلال الأسبوع الحالي، كان امبارح اختتام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 41. مهرجان القاهرة السينمائي هو واجهة لمشاهدة مصر من تجاه العالم. أقوى شيء، أقوى من السلاح، أقوى من العنف، أقوى من التكتلات وأقوى من التجمعات، هو دعم الفن المصري. الفن هو الأداة والسلاح اللي ممكن نوصل بيه أي معلومة عايزين نوصلها للعالم الخارجي أو الداخلي. إقامة مهرجان القاهرة السينمائي 41 على أرض مصر هو مدعاة ورؤية حقيقية لحجم الأمن والأمان والاستقرار. أكتر من 63 دولة مشاركة في المهرجان. طبعا المهرجان كان تحت رعاية سيادة الوزيرة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ورئيس المهرجان كان المنتج محمد حفظي. وصراحة كان إخراج المهرجان بشكل كامل، بشكل حاجة غاية في جودة الأداء والروعة العظيمة جدا اللي تشرف مصر لما تتنقل على شاشات وتلفزيونات العالم تشوف المهرجان النهاردة وصل لفين في دورته 41. هو من أقدم المهرجانات اللي بتقام على مستوى العالم. الميزة كمان إن إحنا نقدر عن طريق دعم المهرجانات والدراما إن إحنا نقاوم ونحارب الفكر والإرهاب. الفكر بيحارب بفكر. أكيد الدراما السينمائية تقدر انها توجه الرأي العام والرأي الخاص، والناس اللي عندها بعض التضليل في آرائها محتاجة إعادة تصويب. ممكن ان الفن يكون هو القوة الرادعة لده عن طريق دعم الأفكار، عن طريق إظهار بعض الأخطاء في بعض الرؤى عند الكثير من المضللين او الناس اللي عندها افكار مغلوطة او بتتعامل مع الموضوع بشكل عنف او ارهاب. اكيد اكتر حاجة هتبقى اقوى من السلاح هي القوة الناعمة، وهي ان احنا ندعم المهرجانات والدراما عشان تقدر توصل ده للرأي العام. النقطة الثانية ان احنا نقدر ان احنا نجذب استثمارات لمصر عن طريق الدراما والسينما، سواء ان كانت استثمارات مباشرة في مجال الانتاج السينمائي او الفني، او الاهم من ده ان احنا نقدر نظهر مدى الجمال ومدى الروعة اللي في كثير من الاماكن اللي اتعملت جديدة على ارض مصر. شبكة الطرق، مكان زي العاصمة الادارية، مكان زي العالمين الجديدة، نقدر ان احنا ناخد لوكيشن تصوير في الاماكن دي، ولما يتم انتاج افلام ويتم اذاعتها في مهرجانات خارجيه، العالم الخارجي اللي مش مطلع عن كل اللي بيحصل عندنا في مصر يبقى شايف على ارض الواقع الاماكن، فممكن يبقى منها سينما ومنها تسويق لمصر بشكل غير مباشر، بنروج للاماكن الجديده اللي تعتبر جاذبه للاستثمارات وللرؤية الجديدة اللي مصر بقت ماشية فيها تحت زعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كمان كان في
مؤتمر هام جدا، وهو عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. قطاع الأعمال العام مليء بمحافظ كبيرة جدا تضم الكثير من الأراضي والاستثمارات الضخمة جدا، محتاجة إنها يعاد ترتيبها وتنسيقها وإعادة هيكلتها بشكل أفضل. لو حصل دمج بين شركات قطاع الأعمال العام وقطاع الخاص من ذوي الخبرة في نفس مجالات العمل، هيتم رفع قيم المحافظ المالية الخاصة بقطاع الأعمال العام، وهيتم مضاعفة حجم الاستثمارات في داخل هذه الشركات. الدولة هتكسب، المستثمر هيكسب، المواطن نفسه هيكسب، لأنه هياخد خدمة أو منتج بمستوى لائق ومناسب للفترة الزمنية التي نعيشها الآن. كان في المؤتمر مجموعة من اللقاءات بخصوص الشراكة وأهمية الشراكة ما بين قطاع الأعمال العام والخاص. المؤتمر كان تحت رعاية سيادة الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفي نفس الوقت كان في حاجة هامة جدا، إن كان في تجربة وهي رائدة تجارب الشراكة بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وبين إحدى شركات الاستثمار العقاري وهي شركة سودك، بخصوص شراكة على جزء من المشروع في هليوبلس الجديد. بالفعل تم رفع القيمة البيعية للمشروع، بقت المنطقة واعدة جدا عن ما قبل ما تدخلها شركة سودك أو تستثمر فيها بالتعاون مع شركة مصر الجديدة. يبقى ده شكل نموذج تجربة بالفعل تم عملها على أرض الواقع، وتم احتساب القيمة المحفظة المالية كانت الأرض دي تسوى كام لو كانوا باعوها أرض، والنهاردة لما بقت مشروع بالشراكة مع شركة ناجحة زي سودك بقت النهاردة تسوى كام. في فرق كبير جدا في الاستثمارات. ده التوجه العام اللي كان بيدور حواليه المؤتمر، وهو توضيح فكرة الشراكة وخطواتها. هنشوف مع بعض كلمة لسيادة الوزير هشام توفيق عن الدمج والشراكة بين شركات القطاع الخاص وقطاع العام، وبالإضافة لده إن ده هيحفز الكثير من المستثمرين ومن رجال الأعمال ملاك أو مستثمري الشركات الخاصة على التداخل والتزاوج مع شركات مملوكة للدولة، ويقدروا إن هم يتعاونوا مع بعض ويطلعوا حاجة أفضل للسوق المصري. هيكون لينا كمان مجموعة من اللقاءات هنتابعها مع بعض. كان لينا لقاء مع خبير البورصة الأستاذ هاني توفيق، وهو من أكبر خبراء البورصة اللي بيعملوا في هذا المجال ومجال الأوراق المالية. هيكلمنا كتير عن الاستثمار في البورصة، إحنا فين وتوقعاته لبكرة رايحين فين. كمان هيكون لينا لقاء تاني مع المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء. هيكلمنا عن الشركة رايحة فين في الفترة الجاية، إيه مستهدفهم، ودي من أكبر الشركات التي تمتلك مجموعة كبيرة جدا من المحافظ المالية الضخمة جدا سواء من الأراضي أو الاستثمارات. خليكم معانا. جاري إعادة هيكلتها ما بين شركات خاسرة ورابحة. الجدول الزمني بيتباين من حاجات ابتدت اوريدي على أرض الواقع تتحقق، زي شركة الدلتا للصلب إنها افتتحت 250 ألف طن بلت مصنع، وإلى حاجات هتاخد سنتين ونص أو ثلاث سنين في نطاق الكلام ده. فهو تركات مختلفة لـ40 شركة، من زي ما قلت لحضرتك ابتدت تنتج إلى حاجات متوقع الانتهاء من اصلاحها في سنتين ونص. وفي استعانه بالقطاع الخاص في مجالات اهمها مجالات الاستشارات علشان نقدر نعرف ونحدد تفاصيل الاصلاح هتبقى ازاي، فاحنا بنشترك في
ما يقارب ال 17 دراسة بتتعمل النهاردة في قطاعات متعددة ومصانع متعددة للوصول إلى الروشتة النهائية لها. بعد كده في شراكات في إدارة، فمثلا مشروع جسور اللي بنتكلم عليه بنستعين بمدير عالمي في إدارة الجسر كله من أول النقل البري إلى التخزين. في شراكة أخرى مع القطاع الخاص في عمليات التسويق والوساطة في شركات التجارة اللي هي بنعملها في أفريقيا. فإحنا عاوزين نخش إحنا والبنوك العامة بـ 30% 40% والباقي للقطاع الخاص عشان يشارك بجد في إدارة الشركة على المستوى الاستراتيجي ومتابعة الإدارة التنفيذية في التنفيذ. بعد كده عندنا شراكات مباشرة مع القطاع الخاص في العديد من الشركات. بعد كده في طرح للشركات الناجحة في البورصة، يعني الشرقية للدخان دي ما كانت بتاعتنا، طرحنا منها 4.5% من السهم من الأسهم في الطرح الأولاني. اسكندرية لتداول الحاويات احنا بيتم طرح 20% في السوق، منها 13% لشركات قطاع الأعمال العام. قول واحد، احنا رايحين ومدين ايدينا للقطاع الخاص على كل المستويات للمساهمة في تطوير الشركة. لا، هو احنا عندنا برنامج والبرنامج ماشي، وزي ما قلت بالنسبة للشركات اللي هي اوريدي في القائمة الاولى، هي مسألة يعني وقت صغير جدا، وبنك الاستثمار يحدد ان هو ده الوقت. احنا هنتجاوب كلجنة طروحات يعني. خير أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، هيكون لنا لقاء مع المهندس هشام أبو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء. مساء الخير يا هشام. مساء النور. حضرتك كنا عايزين نشوف رؤية حضرتك حاليا الدولة وقطاع الأعمال في ظل التطورات الجديدة في الاقتصاد المصري وفي ظل السياسة الجديدة التي تنتهجها مصر مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتوجه العام للاتجاه ناحية الاستثمار الجيد والمتطور والمواكب للعالمية. هناك فكر في الدمج والشراكة بين قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص. بالنسبة للشركة القابضة للتشييد والبناء، انتوا يمكن كنتوا من أوائل الشركات اللي كان في عندكم سبق في تجربة الشراكة، كانت بين شركة مصر الجديدة وشركة سودك. فهل في الخطط الجديدة بقى احنا رايحين فين؟ الشراكة ممكن تبقى شكلها ايه؟ ورؤية حضرتك لده ايه؟ يعني النموذج بتاع شركة سودك مع شركة مصر الجديدة اثبت نجاحه، واحنا كان يعني دايما عندنا امل. هو دلوقتي طرحين من شركة مصر الجديدة فكرة ان دخول شركة ادارة عليها علشان تعيد تكرار النموذج ده وتعمل عقود مشابهة مع شركات اخرى. لكن عايز اقول انه موضوع الشراكة بيتيح لشركات قطاع الأعمال العام اللي عندها رصيد يعني محترم من الأراضي، عندها لاند بنك بكميات كبيرة جدا في أماكن متنوعة، مشكلتها نقص السيولة ومشكلتها ضعف التمويل ومشكلتها برضو بعض القيود الإدارية اللي لها علاقة بالقوانين اللي بتنظم عمل الشركات دي. لما بتدخل في شراكات مع القطاع الخاص بتتحرر بشكل كامل من القيود دي، وبيبقى نصيبها في الشراكة نسبة من العائد مش نسبة من الأرباح، عشان ما تضطرش تدخل أو تدخل الأجهزة اللي بتراقب عمل الشركات دي في التكلفة وفي الربحية. هي العائد بتاعها بيبقى نسبة من قصدي نصيبها من الشراكة بالضبط، بيبقى ما بيبقاش له علاقة بالربح، بيبقى له علاقة بالريفينيو اللي هو العائد بتاع الشركات. برضو يعني برضو زي ما حضرتك بتقول الـ 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 الشركات دي مقيده بالقوانين القديمه، يعني انتوا ما بتقدروش تتحركوا براحتكم، يعني حتى حضرتك ما بتقدرش تتحرك في الشركات التابعه ليك بحريه، مقيد. لكن لو اندمجت في حاجه قطاع خاص او بقى في شراكه، هو هيقدر يتحرك عنك بحريه. هو بيقدر يتحرك في كل الاتجاهات لما بيجيب استشاري بشكل، هو محتاج استشاري على مستوى عالي بيجيبه بحرية، بيختار شركات مقاولات تنفذ له على أعلى مستوى برضه بحرية. حتى تعامله مع أجهزة الدولة بيبقى أكثر تحررا من تعامل شركاتنا. كمان هو مش مقيد بالقيود الإدارية اللي عندنا
اللي بتحكم حركة كل التفاصيل بقى جوه شركتنا اللي بتخلي القرار أبطأ بكتير. كمان مش مقيد بفكرة المسألة اللي ممكن تسألها سواء في الجماعة العمومية أو من الجهات الرقابية. عشان كده أنا بقول إن الدخول على أساس حصة من العائد بيعفينا من أننا نبقى طرف في كل التفاصيل بتاعته من أول إعداد التصميمات لغاية تسليم آخر وحدة بيبيعها. أنا ماليش علاقة خالص بالقصة دي ولا بالتكاليف ولا حتى بمصاريف التسويق ولا بمصاريف التراخيص. أنا باخد نسبة من العائد اللي بيها، أنا متحرر خالص من كل الحاجات دي. وكمان عشان ما بقاش طرف بيحكمه في تصرفاته دي، لأن هو المسؤول عن البيع وعن تحقيق العائد مش أنا، فده بيبقى فيه مخاطرة أقل. زائد طبعا أنه بيساعد أن احنا نرتقي بالمنتج اللي احنا بنسوق له، لأننا بنتعامل مع شركات أكثر تحررا وبتطلع مشاريع على مستوى أعلى لأن عندها حرية قرار أكتر. فده يمكن يخلينا نقدر في المستقبل لما يكون عندنا تمويل كافي نقدر احنا كمان نرتقي بشغلنا ونبقى بننافس الناس دول او المطورين دول، ويمكن ناخد مكاننا الطبيعي بين شركات التطوير العقاري في مصر. لان كمان كان في حاجه، يعني انتوا كنتوا دايما عندكم مشكله ان انتوا كنتوا بتبنوا وبعدين تبيعوا، يعني اغلب الشركات التابعه لشركه قابضه ان كانت النصر او مصر الجديده او المعادي كان دايما يعمل المنشا وبعدين يطرحوا للبيع، وده كان بيحمل العباءة المالية كم كبير وبيقلل من قيمة الاستثمار، لأن أنت بتضخ كل الفلوس من مالية الشركة. هو زي ما حضرتك بتقول كده، لما تبيع بعد ما تخلص صحيح بتقلل الريسك بتاع البيع، بمعنى أنك بتبقى عارف كويس التكلفة الحقيقية اللي أنت تكلفتها وبتبيع للناس وحدات بيستلموها. بس ده بيعمل مشكلتين. مشكلة لو ترفع الميكروفون سنة، مشكلة انك حجم الاستثمار اللي هتقدر تشتغل عليه في كل شغلك هو حجم السيولة اللي عندك، ما تقدرش ابعد من كده. المشكلة التانية انك لما بتيجي تسلم او تبيع للناس وحدات مكتملة انت كده بتطلب منهم يضخوا مبالغ كبيرة جدا كاش، يعني عشان هيستلم الوحدة. في المشروعات التانية اللي بتتباع اوف بلان احنا بنقول للناس عايزين من 50-60% من قيمة الوحدة على مدار مدة التنفيذ اللي هي بتبقى من 2-3. فإنما لما تقول لحد هتستلم شقتك فورا يبقى أنت هتطلب منه أنه يدي لك 50% دي مقدما وجايز تقسط له الباقي على كام سنة. فده برضو بيقلل فرصة البيع لأنه بيخلي حجم الإنفاق السائل من الناس من المشترين بيبقى أعلى بكتير، فبيخليهم يحجموا. دلوقتي حضرتك ملاحظ انه شركات تطرح تقسيط على 10 سنين ومن غير مقدم، فبقى هو العنصر الحاكم دلوقتي هو قدم اللي بتدفعه قبل ما تمضي عقد الشقة. هو في الحالة دي بقى العميل المشتري بقى شريكك في الربح، يعني هو هيتحمل معاك المخاطرة، هيدفع بالتقسيط وانت كأنك بتنفذه بقى بقية المشروع. طبعا لما تبيع بالطريقة دي هتبيع بأغلى سعر لان انت خلاص هو ما تحملش حاجة، فكل اللي هيدفعه بعد كده تقسيط انت عايز تاخد منه العائد بتاعه. فالطريقة دي حجم الاستثمار ممكن يبقى الخمس او السدس كمان من اللي انت تقدر تعمله. كمان بيعرضك لمشكلة انك مش هتعرف تبيع كويس، وعدم البيع معناها ان تكلفة التمويل اللي انت تحملتها العائد الفرصة البديلة بتاعتها اتأخرت، فده معناه انه ده بيضاف للتكلفة فبيخليك عاوز تبيع بسعر اغلى فتدخل في حلقه ملهاش نهايه. احنا طبعا سعداء جدا بلقائنا بحضرتك، ونحتاج بقى نعمل معاك لقاء موسع عن خطط شركه القبضه للتشييد والبناء وخطتها في 2020 بشكل متكامل ان شاء الله. سعدنا بلقائك. بشكرك شكرا جزيلا. مساء الخير اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي. هيكون لنا لقاء مع الخبير الاقتصادي أستاذ هاني توفيق، هيكلمنا عن كل ما هو جديد في توقعاته للاستثمار في مصر ومستقبل البورصة المصرية. مساء الخير هاني بيه. مساء النور، أهلا بيك. كنا عايزين نسأل حضرتك في البداية، احنا شايفين طبعا في يعني بوادر الصلاح الاقتصادي ابتدت تظهر على أرض الواقع. حضرتك شايف طبعا دلوقتي احنا بقى في تخفيض لفوائد البنوك
وهل ده ممكن يؤدي الى بعض المودعين اللي كانت فلوسهم جوه البنوك المصريه ممكن ان هم يبحثوا عن فرص استثماريه داخل الصناديق الاستثمار او البورصه المصريه؟ لا، البورصه المصريه مشاكلها الحقيقه بتحل خارج البورصه المصريه. البورصه المصريه اطارها التشريعي والتنفيذي والتداول تحت السيطره وجميله جدا، انما ما فيش خامه تخلي الناس تخش علشان تشتري. احنا كنا من 20 سنه كنا 1500 شركه، بقينا 200، واخد بالك؟ عدد المتداولين وحجم التداول اليومي كان 400 مليون دولار في اليوم، النهارده احنا مش مكملين 20. فده مش عيبه ان مفيش فلوس تخش، العيب ان ال 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 مش منتج معروض يجذب المستثمر او الباحث عن فرصه استثمار. برافو عليك، وده مشتق من المشاكل بتاعه الاستثمار المباشر. في مشاكل خاصه طبعا بالضرائب، انت النهارده كان عندك مفيش ضريبه على التداول، بقى في ضريبه ارباح تجاريه يعني او ارباح راسماليه، بقى في ضريبه على توزيعات الارباح ما كانتش موجوده زمان. يعني حضرتك شركتك كسبت ماشي، دفعت ضرائبها ماشي، تيجي توزع ارباح على المساهمين يدفعوا ضرائب. يدفعوا ضرائب كانهم عملوا عمليه تجاريه، كانهم عندهم شركه وعملوا ارباح كسب. ضريبه توزيعات اسمها ضريبه توزيعات، زي اللي بتبقى عندنا في الشركات المساهمه، في الاقرار الضريبي بنطلع ضريبه توزيعات للمساهمين. ايوه، ما انت الشركه دفعت ضرائبها، المساهم بقى ياخد الصافي بقى، ما تدفعوش تاني ضريبه توزيعات ارباح. زائد انه كان زمان في اعفاء ضريبي للشركات عشان تسجل نفسها في البورصه، بتاخد اعفاء يعادل سعر الفايده على راس المال عشان يبقى اسوه بالواحد اللي حط فلوسه في البنك، فهذه برضه الاعفاء اتلغى. فالاعفاءات والحوافز اللي كانت موجوده في قلب او صميم نظام البورصه راحت. تعالى نتكلم بقى على مشاكل الاستثمار المباشر اللي هو بينشا عنه شركات بتطرح في البورصه، مشاكلها كتيره جدا، واولها سعر الفايده اللي حضرتك تكرمت وقلته. سعر الفايده العالي ده عائق للاستثمار. انا اعمل ليه النهارده سهم يطلع او ينزل او حاجه؟ ده انا حاططهم في البنك وقاعد بشيش وعلى الكافيه ومبسوط قوي، وبتجي لي 15 ولا 20% في جيبي. فسعر الفايده عالي، معوقات اسعار الطاقه، عدم وجود اراضي، في مشاكل الاستثمار المباشر كتيره قوي. اعتقد يعني رفع سعر الفايده ده كان له مستوجب لفتره زمنيه معينه عشان يقدر يسيطر على السوق، عشان الجنيه ما كان هيروح قدام الدولار، فاعتقد ان هو كان مجبر على ان هو يلجا لهذا الاختيار. بس انت جرجرتني نقطه انا كنت بتحاشى اتكلم فيها، اللي هي اساسا رفع سعر الفايده كان خطا، لان في كتب التضخم في العالم كله انت حضرتك لما بيرتفع التضخم بترفع له سعر الفايده علشان تحد من الاستهلاك، يكون في انتعاش وفلوس في ايد الناس والناس كلها بتشتغل، ففي زياده في الطلب على السلع والخدمات فسعرها بيطلع. فالبنك المركزي او الفيدرالي مثلا في امريكا بيعلي سعر الفايده عشان يسحب السيوله من السوق. اما وان التضخم اللي عندنا حدث نتيجه زياده التكلفه، نتيجه زياده سعر الدولار، التكلفه هي اللي عليت، مش اعتقد هي كانت نتيجه التعويم، قرار التعويم في حد ذاته، يعني ارتفاع سعر الدولار، فده ادى الى ان الاسعار السلع ارتفعت، مش نتيجه زياده الطلب عليها اللي برفع له سعر الفايده، لا ده نتيجه زياده التكلفه. فانت لما زودت كمان سعر الفايده زودت التكلفه على المقترضين كلهم اللي بيشتغلوا في الانتاج، وبالتالي اصبح في ركود وسيوله وعدم سيوله وبطاله وتضخم. الكلام ده كله ادى الى انه بقى عائق على الاستثمار المباشر. اعتقد يعني تخفيض بقى سعر الفايده يعتبر شكل من اشكال العلاج. جميل، احنا ابتدينا نحط رجلينا على الطريق الصح، ابتدى يبقى في تخفيض لسعر الفايده، ما زالت عاليه، لكن على الاقل انت اديت اشاره كبنك مركزي ان احنا متجهين في الاتجاه السليم وبنخفض سعر الفايده، ترجع تاني تبقى 8-9% اللي احنا طول عمرنا عايشين عليها. لان هي برضو حتى 8-9% كعائد استثماري عالي، يعني دول العالم كلها ما فيهاش اي بنك بيدي عائد مالي يوازي الرقم ده. في بعض الدول في امريكا البنك بياخد منك فلوس عشان يحط لك الفلوس عنده، لان هو الهدف منه ان هو يخليك تستثمر فلوسك في السوق ما تحطهاش جوه البنك كده.
ونتيجه ما فيش فرص استثماريه يعني اوروبا متباطئه جدا وفعلا سعر الفايده نيجاتيف او سالب. فخفض سعر الفايده مهم لتشجيع الاستثمار وما زال عالي جدا بالنسبه انت تاني اعلى سعر فايده حقيقي في العالم بعد الارجنتين. فده ادى الى ان النهارده بقيت انت قبله لكل المضاربين واصحاب رؤوس الاموال اللي بنسميهم الهوت ماني. دخلوا مصر في النهارده 30 مليار دولار موجودين في مصر لاستغلال سعر الفايده بتاعه اذون الخزان مش للاستثمار المباشر. دول بيدخلوا عشان يضربوا دول فلوس سريعه بتدخل وتخرج. تدخل وتخرج وبتعمل لها كمان حوالي 30% نتيجه انه هو بيقترض وهو داخل من بره برضه فبيدفع 3% ولا 2% ودلوقتي بقت 1 وبياخد هنا 15 على بتوعه و12 على اللي مقترضه فبقى يعملوا 27-28% على الدولار في مصر غير كمان المكسب اللي عمله لما البنك المركزي نزل سعر الدولار من 18-16 فعمل كمان هو النهارده كان بايعه ب 18 هيرجع يشتريه ب 16 ففي ناس عملت 35-40% على الدولار في مصر. احنا مش عايزين كده، انت عايز تبتدي توجه الاستثمار الى الاستثمار والاستثمار المباشر على فكره عمال بينزل. كانت الدكتوره سحر نصر ورئيس الجمهوريه نفسه قال احنا عندنا اضمحلال في الاستثمار المباشر الاجنبي. فشطاره الحكومه انها تستغل تخفيض سعر الفايده توفر الطاقه بقى بسعر معقول، اراضي بسعر معقول. يا راجل احنا بنستورد اساتك ب 70 مليون دولار في السنه، اساتك للعمله. اساتك العمله دي غير الاقلام الرصاص والاساتيك والحاجات بتاعت العيال، عندنا 21 طفل في المدارس. طب وليه ما يبقاش في توجه للاهتمام بالصناعات دي؟ يعني ليه ما الناس الخبراء زي حضرتك ما يشاوروش على حاجات بعينها يقولوا يا جماعه اشتغلوا في ده يوفر لنا عمله صعبه، يوجد فرص عمل ويطلع منتج. مش بس كده، ده كل الطلب الداخلي عندنا. انت عندك 110 مليون نسمه بياكلوا وبيشربوا وبيلبسوا وبيتعلموا وبيتعالجوا وبيتفسحوا، فانت محتاج اشباع الطلب الداخلي والتركيز عليه، وده اللي احنا بنأمله في الحكومه الفتره اللي جايه. ما تقعدش تكلمني على التصدير وعلى الكلام ده كله، لان الاسواق اللي بره فيها تباطؤ ومفيش حد بيستورد، والسياحه ممكن تقل كمان نتيجه التباطؤ العالمي وانخفاض القوه الشرائيه والسيوله عند الناس اللي بره. فركز على السوق الداخلي واشتغل واستبدل المستورد اللي انت بتدفع له 80 مليار دولار كل سنه. تقلل وارداتك عشان تقدر انك تحافظ على العمله بتاعتك وتصنع حاجات تبقى توفر لك عمله صعبه. نمره واحد. نمره اثنين انك بتجود صناعتك الداخليه تمهيدا لانك انت تبتدي تبقى مصدر في المستقبل. كخطوه استباقيه، لكن هو مش وقت مش ده الهدف انك تروح للتصدير. انا ما بنتكش، احنا كنا كلنا فاكرين انك انت لما هتعوم الجنيه بتاعك وهيضعف هتجذب استثمارات من الخارج والناس تيجي زي ما حصل في الصين لما قلل قيمه العمله الايوان حصل بالفعل جذب استثمارات خارجيه كتير جدا. بالظبط، بس الصين قعدت سنين وايام تشتغل على السوق الداخلي لغايه لما بقت جيده جدا في الصناعه قدرت انها تبتدي. يعني خفض العمله لوحده لا يكفي، لازم تبقى خفض عمله عملتك منافسه وفي نفس الوقت تكون عندك انتاج بكواليتي كويسه. بس قلل وارداتك بالظبط. طيب نقطة تانية، في موضوعين خاصين بالبورصة. الموضوع الأول الصندوق السيادي، هل حضرتك شايف إن الصندوق السيادي لما يتجمع فيه الأصول المصرية ومجموعة كبيرة كمحفظة مالية ضخمة، هل ده ممكن يكون شكل آمن للاستثمار فيه؟ هو أنت ما حدش بيستثمر في الصندوق السيادي، في الصناديق هتستثمر جواه؟ لا، الصندوق السيادي ده مملوك 100% لمصر، محدش يقدر يخش جوه الصندوق السيادي. الصندوق السيادي هو اللي هيخش زي مع جماعه بتوع ابو ظبي او غيره او مع القطاع الخاص. المنصه اللي سياده الرئيس عملها في الاخر اتفاقيه اللي هي ال 20 مليار. شطاره الصندوق السيادي، وده اللي انا سمعته من الراجل النهارده الدكتور ايمن اللي هو مدير التنفيذي، انه عنده اصول كتيره ما بين الاصول اللي قالت اليه من الدوله زائد كمان بعد النقل الحكومه للعاصمه الاداريه هتفضل حاجه زي وزاره الزراعه ولا زي لازغلي ولا زي الحاجات دي كلها عقارات هتنضم للصندوق السيادي. انا تصوري انه ما يروحش للقطاع العقاري، القطاع العقاري في حاله فقاعه شديده، يبتدي يتجه الى يعمل مدارس او يعمل مستشفيات او يعمل اي نوع تاني من الاستغلال للعقارات دي، او يخش مع القطاع الخاص في تنميتها، وبالتالي يقدر يحقق عائد على استثمارات الصندوق السيادي. هو لو عمل شراكه، الفكر اللي داير حاليا في الاقتصاد المصري انه بيعمل خلط او تزاوج بين قطاع الاعمال العام وقطاع الاعمال الخاص،
لو حصلت الشراكه دي، لو هو دخل معاهم بالارض، الشركات ذات الخبره دي قدرت انها تستثمر في هذا المجال، هيبقى هو وفر سيوله وكبر ارباحه، يعني كبر المحفظه. مش مختلف، لا عندك حق، هو بيخش بالاصول اللي عنده كمشارك للقطاع الخاص سواء العربي او المحلي في تنميه العقارات اللي عنده او الاراضي اللي عنده او الاصول اللي عنده، تنميتها بما يحقق عائد مالي ليه كويس وعائد اقتصادي، لانه ده معناه تشغيل للناس وتوفير السلع باسعار مناسبه، فيبقى حقق هدفين في نفس الوقت. طيب في نقطتين برضو في 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 موضوع البورصه، الشركات المملوكه لقطاع الاعمال. طبعا في منها بعض الشركات عندها كميه اصول ضخمه جدا، وعلى راسهم مثلا شركه مصر الجديده لاسكان والتعمير، وكانت تم الاعلان عن طرح لشركات اداره تيجي تديرها تشتري حصه معينه من اسهم الشركه 10% وتدير. وكان عندنا لقاء مع مهندس سهر ضماتي، واستاذ سهر كانت بتقول بالموضوع ده، وكانوا لسه عاملين الطرح ده ان هم يعرضوه على شركات اداره، بخاصه ان يمكن دي من اوائل الشركات اللي تمت الشراكه بينها وبين شركه سودك في هليوبلس الجديده، وحصل ارتفاع جامد لقيمه المنطقه كلها بسبب تحول سودك للاستثمار في المكان، والمحفظه الماليه كبرت بتاعه مصر الجديده، قيمه الارض بقت اكتر بكتير والمردود بقى اعلى. فهل حضرتك شايف ان ده لما يحصل لشركات قطاع الاعمال هيخلي الناس تشوف الشركات دي بقت بريميوم فتقدر ان هي تستثمر فيها وما تبقاش قلقانه؟ طبعا، ما هو زي ما الوزير قال الصبح النهارده، شركات قطاع الاعمال يعني في حالات مختلفه، بعضها محتاج اعاده هيكله الاول قبل ما اقدر اطرحها للجمهور، بتخسر فيها أفران قديمة، فيها كلام من ده، عندها أصول يقدر يبيعها زي ما عمل مع المحالج والغزل والنسيج، بيبيع أراضي بعد ما يغير الغرض بتاعها تبقى سكني يبيعها ويجيب الفلوس يقدر يشتري بيها محالج، يقدر يطلع بيها قطن اللي هو الإيجيبشن كوتن القديم اللي احنا اتفقنا عليه. في بعضها زي ما حضرتك تفضلت زي مصر الجديدة أو غيره، شوف الحكومة مدير سيء، الحكومة معروف طول عمرها إنها مدير سيء، فهي مالك كويس ومنظم ومراقب، هي عامله زي اللي وارث املاك كتير من جدوده يعني ومش عارف يديرها، يعني هو ساب الموضوع نظر العزبه بيديره، فالموضوع ما بيطلعش طبعا النتيجه المرجوه منه، لا بيصدر المنتج ولا بيطلع منتج جيد ولا في مرجو منه مستقبلي. بالظبط، فهو النهارده الشركات اللي زي دي بيطرحها للقطاع الخاص معاه، زي النهارده كان في يعني في حد من الشباب اللي جوه بيتكلم فين الطروحات وفين الحاجات دي كلها، هو خلاص طلع ثلاث شركات من عنده، بعتها لجنة الطروحات اللي هي تابعة لوزير المالية أساسا، وهو عضو في لجنة الطروحات الوزير، فدي نازلة للبورصة. في بعضها ما تقدرش تبيعه للبورصة لأنه لسه ما وصلش لمرحلة الأرباح المغرية، فدي محتاج تطوير الأول زي ما قلنا وإعادة هيكلة قبل ما يقدر يبيعها. في أنماط كثيرة في القطاع الأعمال العام، كل حالة لها خصوصيتها اللي يجب أنه يتعامل معها بالطريقة اللي تناسبها. بسألك سؤال، لو حصل شراكة بين الشركات قطاع الأعمال وبين شركات القطاع الخاص، هل يمكن يتأسس شركة مساهمة بينهم وبين بعض على المشروع ويتم طرحها في البورصة من دي وان، يعني زي ما عملوا مصرية الاتصالات مثلا؟ هو ما ينفعش التعاون غير أنه عن طريق إنشاء شركة جديدة أنا بخش بيها بالأصول بتاعتي كقطاع أعمال، هو بيخش بيها برأس مال وبخبرة، و الشركة دي بقت شركة مستقلة مش تابعة لقطاع الأعمال ولا تابعة لحد، دي شركة جديدة وتتبع لقانون مختلف، خلاص بقت قانون الاستثمار، ويطرح منها طبعا جزء في البورصة. ده أملنا إن عدد الشركات اللي في البورصة تزيد وتكبر وتبقى 500-600 شركة، مش بس ال 200 اللي موجودين دلوقتي. طيب سؤال أخير، تم التجديد لمحافظ البنك المركزي، توقعات حضرتك للسياسة المالية المفترض في الخطوة الحالية تبقى أفضل لأن البنك المركزي ينهجها؟ هو السياسة النقدية هو ماشي، ابتدى يبقى ماشي صح دلوقتي في مسألة تخفيض سعر الفايدة، إنما أنا بقول دايما يعني كنت هكتب كتاب زي الفيلم بتاع مش عارف إيه اسمه السياسة النقدية وحدها لا تكفي، يعني لازم يبقى ما بين السياسة النقدية، بلك ناس كتير قوي النهاردة قاعدة حاطة فلوسها في البنوك وعيش على الفوائد. احنا ممكن نعمل سلسله حلقات عندها بدل ما تكتب وتتعب فيه يعني. يا ريت، انما السياسه النقديه وحدها لا تكفي، في مجلس تنسيقي بيجمع ما بين الحكومه او السياسه الماليه والسياسه النقديه علشان تحول او تفيد مساله خفض سعر الفائده دي، تحولها الى استثمارات. الاستثمارات دي مش في ايد
محافظ البنك المركزي دي في ايد الحكومة، ازاي تدي الارض بسعر مناسب، الترفيق يبقى موجود، العمالة المدربة، احنا ترتيبك 135 على 140 في العالم في جودة العمالة الفنية، فلازم تجود في العمالة الفنية بتاعتك. أعزائي المشاهدين، دي كانت آخر حلقتنا النهاردة، انتظرونا السبت القادم 9:00 مساء. إلى أن نلقاكم، نترككم في رعاية الله.